وبعدين ما بين معك شيء؟ لا والله يا نادية ما بين معي شيء. بس هيك تأخرنا على الجماعة. طيب شو بدي أعمل؟ هي قلنا أكثر من ساعة عم نلف مثل الخنفسة بالطاسة وما كنا نسدل على العنوان. لك لا يكون العنوان اللي معك غلط. مستحيل، جابر كتب لي إياه بإيده. اقرأ لي هالعنوان لشوف. ضاحية السكن الشعبي، منطقة التوسع الأفقي، بناء جمعية التطوير السريع، خامس بناية بعد الحديقة، المدخل الشمالي، جانب عمود الكهرباء الطابق الرابع. العنوان دقيق ومفصل، ليش هيك عم يصير معنا؟ بجوز لأنه المنطقة جديدة وما فيها نقاط علام، يعني لا أسماء شوارع ولا أسماء ساحات، يعني كأنه قاعدة بصحراء. اسأل هالناطور، بركي بيعرف العنوان وبيدلنا. معك حق، استني هون لشوف. مرحبا يا أخ. أهلين وسهلين. الله يرضى عليك، هالبناية لأنه جمعية تابعة. يا سيدي هي تابعة لجمعية الفنون الشعبية. طيب بناء جمعية التطوير السريع وين صار؟ وين قالوا لك؟ قالوا لي هون بالتوسع. أنو توسع؟ الأفقي ولا الشاقولي؟ قالوا لي هون بالأفقي. هذا التوسع الشاقولي. شو هالحكي؟ بس دلونا لهون. سيدي يلي دلوكم غلطانين. يعني كيف بدنا نروح هلا؟ بتلف من هون وبتمشي عالشمال هيك لأول الضاحية وهنيك بتسأل. يعطيك العافية. تفضل اشرب شاي. صحة وهنا. جابر؟ نعم. هلا انت متأكد انه عطيتهم العنوان مزبوط؟ بالتفصيل الممل. كل ليش تأخروا لهلا؟ والله ما بعرف، الغايب عذره معه. إلا بصراحة أنا حاسة من أول ما سكن هون كأني عايشة بصحراء. ليش؟ شو ليش؟ لأنه ما في حدا فكر يجي لعنا إلا مات 100 موتة لحتى يوصل. هذا ظرف مؤقت يا دليلة، لأنه المنطقة لسات جديدة. أنت استني 5 سنين بس، ليش بصرتك محروقة؟ استني وشوفي شلون هالمنطقة بدها تنقلب قلب. بكرة بتشوفي الحدائق المنسقة والشوارع النظيفة والساحات المنظمة وكله عليه لوحات مضيئة بأسماء الشوارع وأرقام البيوت والبنايات. شو هالحكي؟ إيه طبعاً، مو هيك وعدونا لما سجلنا بالجمعية من 15 سنة؟ إيه صحيح، بس عيش يا قديش لين بوت الحشيش. عفواً ما فهمت، بيت مين؟ بيت جابر مسعود. وين قالوا لا؟ قالوا لي خامس بناية بعد الحديقة، ولحد هلا ما كنت لاقي حديقة. شلون ما كنت تلاقي حديقة؟ ليك قدامك. هلا هاي هي الحديقة؟ هيك نازلة بالمخطط. معناتها هديك البناية الخامسة تبع جمعية التطوير السريع. تطوير سريع، تطوير بطيء، صدقني ما بعرف. بإمكانك توصل لهنيك وتسأل. كتر خيرك. يمكن وصلوا. شفيت الاستاذ جابر؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا ميت مرحبا. اهلا وسهلا مرحبا. اهلا مرحبا. اهلا وسهلا. شو صحتك يا؟ اهلا وسهلا. تفضلوا. ان شاء الله الف مبروك. ان شاء الله آية الرزق والسرور. تشكر يا سيدي، بارك فيك يا رب. بس تاخرت كثير، يعني شغل بالنا عليكم. الله وكيلك، صار لنا ساعة عم نلف على عنوان البيت. شوية تانية كنا رح نرجع على بيتنا. شو هالحكي؟ معقولة تعملوها؟ إيه لكن معقولة تسكن بمنطقة مقطوعة أنت التاني؟ ليش فكرك رح تضل هيك؟ كل شي بأوله بيبقى فوضى، بس بكرة المنطقة بتتحسن والجماعة عم يشتغلوا، مو إنه ما عم يشتغلوا. آخ طيب من هون لتتحسن المنطقة على القليل يحطوا اسم شارع لحتى نعرف رأسنا من رجلينا. صحيح جابر، ليش ما بتطالبوا بتسمية الشارع؟ لا وخاصة أنه في خطة لتغيير أسماء كل الشوارع والحارات بالبلد، أنا هيك سمعت. ما عندي مانع، فكرة معقولة تماما. بكرة براجع المحافظة وبستفسر عن هالموضوع. شو يا جماعة رح نقضيها حكي؟ مو على أساس عزمينا على الغداء ولا رجعتوا بكلامكم؟ لا شو رجعنا بكلامنا، الغداء جاهز. بس وينك؟ بدك تنسى لي الرجيم اليوم؟ ها ولا يهمك، أنا اليوم عامل استثناء عن الرجيم. الله يستر. تعال ليلي لحتى عوض هالحريرات اللي فقدتها وأنا عم لف ودور على عنوان بيتها. والله معك. يلا يا جماعة تفضلوا. تفضلي تفضلي مدام نازية. تفضل حبيبي. شو
شو قلت لي مشكلتك أستاذ؟ أستاذ أنا ساكن بضاحية السكن الشعبي، والمنطقة هنيك باعتبارها جديدة ما فيها أسماء للشوارع والساحات. صحيح، حق معك. ولها السبب عم نعاني الأمرين من هالقصة. يعني مثلا أستاذ، البريد ما عم يوصلنا بوقته، والإشعارات الرسمية عم تتأخر علينا، وأحيانا ما عم نتبلغ منوب. حتى زوارنا وضيوفنا نصهم عم يضيعوا عن البيت وما عم يعرفوا يوصلوا. طيب وشو مطلوب بالضبط؟ يعني المطلوب على القليل تسمية الشارع اللي أنا ساكن فيه لحتى يصير إلي عنوان استند عليه، لأنه شو قيمة البني آدم بلا عنوان؟ يعني بصير يحس كأنه مكتوم أو مضيع هويته. وبالمقابل أستاذ، كل رفقاتي وأصدقائي لما حدا بيسألهم وين ساكنين بيقولوا ساكنين بشارع كذا أو بالحي الفلاني أو بالحارة الفلانية. إلا أنا أستاذ، أنا لحد هلأ ما بعرف شو اسم أو شو رح يكون اسم الشارع اللي أنا ساكن فيه. والله معك حق، مزبوط. لذلك إذا تكرمت أرجو الإسراع أستاذ قدر الإمكان بتسمية الشارع ووضع شاخصة تشير لإسمه بأوله وبآخره. ولا يهمك أستاذ، أي شغلة بسيطة. ومن حسن حظك أن المحافظة شكلت مؤخرا لجنة على مستوى رفيع بتضم خبرات كبيرة بالتاريخ، بالجغرافيا، بالميثولوجيا. اسمها لجنة إطلاق التسميات، وهاللجنة هي رح تعيد النظر بتسمية كل الشوارع بالمدينة. حتى شارعنا أستاذ؟ عم أقول لك كل الشوارع، مو بس شارعكم. الشوارع والحارات والأزقة والزواريب والدخليج والسوق والخرابات والحدائق كمان، كله رح يصير أسماء معتمدة بالسجلات الرسمية. عظيم جدا، حلو كتير هالحكي. ولحتى تطمن أكتر بإمكانك تراجع رئيس إطلاق التسميات وتذكره بالشارع تبعكم. وين بلاقي رئيس اللجنة؟ شفت الخرابة الشمالية اللي بآخر الخط؟ نعم. في قدامها كازية مازوت الجيش. على كتف الكازية من الناحية القبلية بتلاقي أساط المي سودة ضخمة كتير ومصدية مكومة فوق بعض البعض. أساط المي؟ ايه، ما بتضوي حدا، صار أكثر من 6 سنين محطوطة هنيك. المهم أستاذ، جنب الأساطيل عالرصيف في كلبة خشب كبيرة أبصر لأنه فرع تابعة، فيها تختين وتلفزيون أسود وأبيض، وطالع منها بوري صوبيا ومعلق بالبوري سطل مشان ما يشر الصدي على الناس. نعم. على يمين الكلبة مباشرة في حاوية قمامة مكسورة ومرسوم عليها سهم. الحق السهم، بتلاقي بوشك قومجي في جنبه عزب التمام باب حديد أصفر مخلوع، يعني مخلوع، هنيك بداوم رئيس اللجنة. شكرا أستاذ، شكرا، عزبتك معي. بس إلي رجاء صغير. تفضل. يا ريت تعد لي العنوان حتى أكتبه. على يمين الكلبة مباشرة في حاوية قمامة مكسورة. أخي لا حدا يجادلني، هيك بدهم، هيك طلبهم، بدهم أسامي تاريخية إلها معاني، أشخاص إلى مواقف بماضينا البعيد. أبو جنادة تفضل، استراح بمحلك إذا سمحت. تفضل. مثل ما بيريدوا. والحقيقة الحق ما عم يطلبوا هيك طلبات، لأنه التسميات خلصت، سمينا شارع المحبة، النهضة، الورود، الرياحين، التضامن، الأخوة. بس النكتة إنه شوارعنا كتيرة وحاراتنا أكتر، يعني الأسماء اللي عم نسميها فعلا نفذت بين إيدينا، خلصت ولا بد من الاستعانة بالقواميس. إيه بسيطة أستاذ، ليش موهوم؟ طالما قواميسنا معنا ما في أسهل من الاختيار. طبعا يا جماعة، حاجتنا بقى أسماء مفرنجة. شو شارع جاردن سيتي وشارع الكسليك والفردان وما بعرف شو؟ يعني قلت أسماء عربية عنا؟ طيب والأسماء الآرامية شو بنعمل فيها؟ إذا كانت الأسماء جميلة ما منغيرها، ممكن نثبتها على أساس أنه الآرامية أخت اللغة العربية. صحيح اندسرت بس ماشي حال. طيب في أسماء لشوارع وأحياء مرتبطة بوجدان الناس، يعني لو غيرنا هالاسم رح تضل الناس تستعمل الاسم القديم، مثل ما صار معنا بضيعة الكركوبة. ليش شو صار بضيعة الكركوبة؟ أهالي ضيعة الكركوبة كانوا متضايقين كتير من اسم ضيعتهم، فقدموا طلب للمحافظة لتغيير اسم الضيعة، وبالفعل استجابت المحافظة وغيرت اسم الضيعة من ضيعة الكركوبة لضيعة الواحة. بس لحد هلأ كل أهالي الضيع يلي حواليها عم يتعاملوا معها بنفس الاسم الكركوبة. ستي الناس معها بتتعود، بس الموضوع بده شوية وقت. في شي ملاحظة أستاذ غانم؟ معناتها نحن لازم نستمر بإطلاق أسماء الأعلام والشخصيات التاريخية الهامة على الشوارع والحارات. بالضبط، هذا لازم نسويه. عظيم كتير، أصبح خلونا نتابع. على ما أذكر أنه وصلنا لحي تموز،
شو رأيكم؟ نتمم سبتين تموز ولا نغيره؟ أنا برأيي نخليه، لأنه اسم له دلالات ميثولوجية مهمة كتير. حلو، أصبح سبتو عندكم يا شباب. وهون في عنا الشارع اللي بوصل بين شارع تقبط شرا وشارع سر بعرا. شو رأيكم؟ شو رأيكم نسميه؟ سيادة مستشار، تفضل، ممكن تفيدنا؟ أنا برأيي طالما الشارعين سميناهم بأسماء شعراء. ليش تقبط شرا وسر بعرا شعراء؟ طبعاً. طيب شو كان اسم الشارع من قبل؟ تقبط شرا كانوا يسمون الناس شارع حرمية النهار. أما سر بعرا فكانوا يسموه العوام باسم شارع التهريب. لا اسمعنا أحلى، هلأ شو بدنا نسميه؟ بدنا نرجع للقاموس. تفضل. شو رأيكم باسم المستجزر ابن سجنجل؟ حلو، هذا شو بيبي؟ يعني شو صفته؟ مكتوب بالقاموس كاسر من كواسر العرب. نقف واحد بأصبعته على رقبته طق له ياها. أوكي، سبتوا الاسم عنكم، المستجزر ابن سجنجل. شو رأيكم نسمي الشارع يلي بعده شارع عجيل بنت ياس؟ هذا شاعر مخضرة بس ما زعصيته كتير وحظه سيء إعلاميا. شو عليه؟ لحنا منزيعه. المهم في حدا عنده اعتراض على عجيل بنت ياس؟ أوكي، سبتوا الاسم عنكم. نرجع للخريطة، في عنا هون دخل صغيرة، دخلوجة بين الزاروبيا اللي سميناه الزمخشر بن القعقاع ودخلت المفنص الطبطباي. شو نسميها برأيكم؟ عندي اسم حلو كتير يا سيدي، منسميها شناع الخرندعي. عفوا أنا ما مر علي هيك اسم. مكتوب هون شناع الخرندعي كان يشتغل بالنقش والدهان وصقل السيوف. شغلته فنان يعني؟ نعم فنان. ما في عندي مانع، لازم يتكرم، لأنه الفنان لازم يتكرم ولو بعد ألف عام. وهنا عندنا ساحة كبيرة رئيسية، شو نسميها برأيكم؟ لحظة شوي، خلونا نستأنس ونستنبط من القاموس. يا سيدي أنا ساكن بضاحية السكن الشعبي، التوسع الأفقي. هو الحقيقة في عنا خطة لإطلاق التسميات على كل شوارع المدينة بما فيهم السكن الشعبي، بس يا ريت تمهلونا شوي لحتى نوصل لعنكم. وهالوقت طويل يا ترى؟ لا 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 لا، كلهم 20 يوم بالكتير، بس بيني وبينك اللجنة متحمسة كتير، عم تشتغل ليل مع نهار لاستخراج الأسماء وأعلام والشخصيات من المعاجم وأمهات الكتب. يعطيكم العافية، الحقيقة هيك الواحد بيتطمن. لا اطمن أستاذ جابر، ورح نلاقي لك اسم مرتب للشارع تبعكم. بارك الله فيكم يا سيدي. يا أهلا. شكرا أستاذ. الله معك، مع السلامة. أهلا وسهلا. الله يخليك. مع السلامة. عفواً أستاذ، يعطيك العافية، شكراً. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا. أهلين. يا أهلا وسهلا. أهلين. ما عرفتي ما؟ لا والله ما عرفتك. السلام عليكم. معلش 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 مستعجل. يعطيك العافية أستاذ. أهلين، الله يعافيك. أمور؟ يبدو معرفتي ما؟ عدم مؤاخذة، لا والله ما عرفتك. مين حضرتك؟ أنا الفنان حسني فخر الفن. أهلا وسهلا، تفضل ارتاح. تفضل تفضل. عفوا أنت فنان بشو؟ ولو أستاذ معقول ما عرفتني؟ أنا اللي عدموني الأتراك بمسلسل اللهم عفوك، وأنا اللي أتني المنجد بمسلسل القلاع، وأنا اللي أكلت هيلطية بمرايا سابقة. آسف كتير أستاذ حسني، يعني ما بيعرفك بيجهلك، بس الحقيقة أنا ما عندي اهتمامات كتير بالتلفزيون. هذا من سوء حظنا طبعا. طيب وشو بقدر أخدمك؟ أستاذ أنا ساكن بحي البستان، وسمعت أنه أنتم بتكونوا تغيروا أسماء الشوارع كلها. كلام مزبوط، ولحنا بصدد تسمية الحي بالذات. عظيم كتير أستاذ، معناتها أنا ما أجيت متأخر. هلأ الشارع الأول اللي هو على اليمين اللي اسمه الشب الظريف، شو رح تسموه؟ على ما أذكر صار اسمه الشارع الوواء الدمشقي. وواء. طيب الشارع الفرعي، أول شارع اللي على اليمين، شو كمان رح تسموه؟ هي لسه ما قررنا، بس إذا عندك أي اقتراح تفضل. طبعا أكيد. تفضل تفضل.
ليش ما بتسموا أسماء الشوارع الفرعية بأسماء الفنانين والمثقفين أستاذ؟ إيه ليش لا؟ اقتراح وجيه، بس المشكلة إنه كتب التراث كانت بخيلة علينا بأسماء الفنانين. في واحد بالعصر العباسي كان يدق على الطبل وينفخ بالقرن، كان اسمه جعجاع اليشكري، بس خايفين يكون لا لا لا، أنا بقصد فنانين معاصرين. مثل مين يعني؟ عدم المؤاخذة يعني مثلي أنا. أنا مثلا يعني الشارع اللي أنا ساكن فيه اسمه شارع الشوكة، بس الناس ما بتقول وين شارع الشوكة، بتقول وين شارع الفنان حسني فخر الفن، يعني اللي أنا ساكن فيه. عدم المؤاخذة يا أستاذ، نحن ما جرت العادة عنا إطلاق أسماء الأدباء والفنانين إلا بعد ما يموتوا. الله يعطيك طولة العمر، بس هذا الإجراء بجوز يكون فال سيء عليك. يعني الفنان عنا بالبلد ما بتكرم إلا بعد ما يموت؟ على كل حال هذا الموضوع مو بإيدي، إذا مصر على هذا الاقتراح بإمكانك تجيب لي موافقة خاصة. هلا أنا فاضي أرقد ورا الموافقات يا أستاذ. طيب بلا ما يكون اسم الحارة باسمنا، يعني سموا شيء اسم موقف باص، يعني بدل ما يكون موقف باص الشوكة خلي يكون اسم الموقف فخر الفن باسمي، يعني صعبة؟ الحقيقة يا أستاذ حسني أنا محرج منها كتير، كمان ما بيطلع بإيدي واللجنة ما رح توافق. أوكي شكرا كتير حضرة رئيس اللجنة. أهلين. I will try again. نعم شكرا، أنا بشوف المسؤولين، أنا بشوفهم. عشنا وشفنا، مو بيان اللي نسمي الشوارع بس ما كومبرس. شو وصلي هذا؟ مرحبا. اهلا وسهلا. هون بيت جابر مسعود؟ اي نعم هذا هو. حضرتك؟ اي نعم. وقعنا على الاستلام البقيه اذا سمحت. اي على عيني تفضل. الله وكيلك دخلنا لقينا عنوان البيت. يعطيك العافيه. الله يسلمك. تسلم ايديك. بس هالبرقية تاريخها من شهر. ايه مو ذنبنا استاذ، الله وكيلك دخلنا لعرفنا عنوان البيت. ماشي الحال، يعطيك العافية. الله يعافيك. يا اهلين وسهلين تفضل. سلموه. الله يسلمك. جابر منين البرقية؟ من أخي من كندا، طالب شوية وراء مهمة، بس يمكن ما عاد إلحق أبعث له ياهون. ليش بقى؟ البرقية متأخرة شهر، قال ساعي البريد ما كان يستدل عن عنواننا. حتى ساعي البريد ما عم يلاقي عنواننا، آخرتها الحالة بقى. لأمتى هيك بدنا نضل مثل المقطوعين بالصحراء؟ فعلا يا دليلة، هالشغلة ما عاد ينسكت عنها أبدا. طيب انزل بكرة على المحافظة وراجع اللجنة وشوف شو صار معهون. صرت مراجع اللجنة 4 مرات وكل مرة بيقولوا لي اليوم وبكرة وبعد بكرة وما بين حدا منهم لحد هلا. جابر بعدين بهالحالة بقى؟ ولا يهمك، أنا رح أتصرف على طريقتي. شو رح تعمل يعني؟ الله يرضى عليكي، عسقيفة في علب دهان وبخاخ سبراي، ناوليني ياهن لو سمحتي. شو بدك فيه؟ هلا ناوليني ياهن أنتي وبعدين بتعرفي. طيب بركي حدا من الجيران اشتكى عليك للمحافظة؟ وليش ليشتكوا؟ هذا فوق ما يشكروني لأني سميت لهم الشارع. جابر هاي الشغلة ما فيها مسؤولية؟ مسؤولية شو؟ كل ما هنالك أني كتبت اسمي على الحيط بأول الشارع، لا كتبت شعارات مناهضة للحكومة ولا كتبت عبارات مسيئة للأخلاق، وبعدين قلت ناس عم تكتب على الحيطان. هذا اللي بيكتب ذكرى فلان، وهذا اللي بيكتب كل من يبول هنا بكم كذا وكذا، وهذا اللي بيكتب ممنوع إلقاء القمامة وبكب وصخ تحت العبارة مباشرة، وشي بيكتب لك وحشتوني الحب كله اذكريني دائما بقى سعرك سعر كل هالناس. بس بتعرف يا جابر إن فكرة ممتازة إنك سميت الشارع باسمك، بكرة بتصير أكتر واحد مشهور بالضاحية.
لك ستي انا عم دور على الشهرة، انا عم دور على عنوان، على عنوان بس. طالما هيك ليش ما حطيت اسمي على الشارع انا كمان؟ ما بعرف والله، ما خطرت لي الفكرة. ليش بالعادة بيسموا شوارع باسماء نسوان؟ اي ليش لا، دليلة سعري بسعر خولة بنت الازوار وشجرة الدر والست ام كلثوم. قليلة شو تسمت شوارع باسمائهم. ام كلثوم لحالها سموا ضياتها طماي الزهايرة باسمها، بقى انت مستكتر علي شقفة حارة. خلاص يا ستي لا تزعلي، بكرة بسمي الساحة باسمك. شو خسران يعني؟ ها ولا شي. هيك ها مريضة من الاول. أخي العنوان ما بيضيع حدا، سهل كتير. أول ما بتفوت على التوسع الأفقي قدامك ساحة دليلة، على يمين الساحة شارع جابر مسعود. إيه نحن خامس بناية على اليمين. ولك لا لا هنيك مين ما سألت على شارع جابر مسعود بدلوك دغري، هالشارع معروف كتير. إيه وهو كذلك، أنا بانتظارك، الله معك. شارع جابر مسعود يا شباب ساحة دليلة، شارع جابر مسعود ساحة دليلة يا شباب قرب لعندي لهون، شارع جابر مسعود ساحة دليلة يا شباب قرب لعندي لهون. وشو قررت بخصوص هذا الشارع؟ أنا بقترح نسميه شرحبيل ابن جهم الخنفوسائي. ومين هو هالبلزغرة؟ هذا كان نخاز جواري بس الله تاب عليه وانخرط بحملة فتح سمرقند. هو مزبوط شو راح بيل بن جهم الخنفوسائي انخرط بحملة، بس مو حملة سمرقند. بس أنا هاي المعلومة جايبة من تاريخ الأمعري، وأنا معلوماتي جايبتها من تاريخ ابن خانكان بالعلامة وقع بالأسر. مو مشكلة يا جماعة، سواء كان بفتح سمرقند أو ما كان، المهم أنه قائد حربي. صح، هذا اللي بيهمنا من أمره. مين موافق على الاسم؟ عظيم، أصبح سبت والاسم عندكم. خلونا ننتقل على الساحة اللي بعد الشارع. في عنا هم بمنطقة التوسع شارع وساحة، ويبدو لهم أسماء تاريخية عريقة، شو رأيكم نحافظ عليها؟ ليش شو مسميين؟ ساحة دليلة وشارع جابر مسعود. بس يا ترى أنه دليلة منهم؟ دليلة المحتالة اللي عاشت بالعصر الفاطمي، ولا دليلة الشاعرة الأندلسية اللي كانت خليلة الشاعر ابن مأمون؟ بتصور ان دليل الشاعر الاندلسيه، لانه مو معقول يسموا الساحه باسم دليل المحتالي. وانا بايد هالراي. اوكي معناها رح نخلي الساحه باسم ساحه دليله، شو رايكم؟ اسم كتير حلو ومهم بنفس الوقت. عظيم، اصبح سبتونا الاسم عنكم. وهلا بننتقل لشارع جابر مسعود. حدا بيعرف معلومات عن هالاسم؟ طبعا، جابر مسعود واحد من الشعراء الصعاليق اللي عاشوا بالجاهلية قبل ظهور الإسلام. بالضبط، وكان إيده اليمين لعروة بن الورد، بس في مؤرخين بيقولوا إنه كان يغار كتير منه لعروة لأنه عروة كان أشعر منه. بس كمان جابر مسعود من الشعراء الصعاليق المهمين، وأنا برأيي إنه شعره لا يقل أهمية عن شعر عروة. في بعض المؤرخين بيقول إنه قصيدة عروة كليني لهم يا أميمة ناصبي اللي شهرته لاطشها من جابر مسعود. بس هي المقولة مثبتة تاريخيا. المهم هلا خلوا اسم الشارع على اسم الشاعر جابر مسعود، لأنه بيستاهل يتسمى شارع باسمه. أوكي سبتوا هالاسم عندكم. صحيح انحلت الأزمة، بس تاريني طلعت من شعراء الصعاليك ومالي دريان. بعد انت ويا ولك، بعد انت ويا شفتك شفتك شو بتكل طرطايرتي، يخرب بيتكم شو قليل الذوق العمى بمدن
بمدوا ايدهم على الرزق كمان. شفتك ولك شفتك. انت ابن ابو شهاب، عرفتك ولك. انا بفرجيك يا عمنطشي، يخرب بيتك، الله يعينك تقرب مره ثانيه على طرطايرتي. العمى بقلبكن العمى مثل العفريت، شاقين الارض وطالعين. العمى يخرب بيتكن، العمى يخرب بيته بيته. العمى تقولي عفريت وشاقق الارض وطالعين. شفته هلق بروح لعند ام شهاب وبحكي معها. عم قلك كمشته بالجرم المشهود وهو عم يلعب بالطرطايره وينهب الرزق بعد. ولا يهمك تقبرني، قلي وين مشوارك اليوم؟ وين بدي روح يعني؟ مثل العادي عداير العصافير، بدي حمل كم كيس سماد من هنيك، وبدي اخذ الفجلات والبصلات وسوقهن بسوق الهول. يعني بدك تتاخر؟ لا بديش اتاخر، يعني حسب التساهيل. يلا بدك شيء؟ لا ما بدي شيء، سلامتك مهوني، بس امشي على مهلك لان سواقتك على قدها وشوفاتك نص ونص. نص ونص يعني انت يلي شوفاتك ملاح نص ونص. ايه الله يرضى عليك، جهزوا لي عده صيد كلياتها. ايه وامسحوا الجفوت منيح، ايه مشان غبره. ماشي ولا يهمك، الله معك. رح تطول بالمزرعه؟ شغله يومين ثلاثه مو اكثر. ليش كل هالقد؟ يا صالحه هذا موسم صيد الحباري، وبيجوز نعسكر يومين ثلاثه بالجرد العالي. اي سياره رح تاخذ معك؟ رح اطلع بالبومه، والشباب رح يطلعوا ورائي بال505. يعني الشبح رح تضل هون؟ اي نعم رح اترك لك اياها، واذا شي حدا اتصل فيني من التجار اعطيهم رقم المزرعه. هلا لو قعدت هون قدرت بالك على موسم الزيتون، مو احسن لك من الطلعه؟ لا مو احسن، موسم الزيتون ما رح يهرب بيستنى، بس الحباري والترغل ما بيستنوا. رستم بيت كل شي جاهز رستم بيت. والشباب وينهم؟ منتظرين تحت. اصبح زين حمي السيارات على بين ما اجي. حاضر رستم بيت. يلا تريدي شي قبل ما نمشي؟ سلامة قلبك مهوني، وينك رستم؟ نبه على راتب يسوق على مهلها، حاكم انا ما بتعجبني سواقته بنو. تأمري امر صالحة خانو. الله معك. الله يسلمك. اجل معلم يا شباب. وين طاح شهاد؟ زيل قل له خليه يرجع لورا. عمرك رستم بيك. ارجع لورا يا حباب، الطريق ما بيساع الا سيارة واحدة. شي؟ وانا شو دخلني يعني؟ شلون شو دخلك؟ الكركوبة تبعك قاطع الطريق. لا تقول كركوبي إذا بتريد، واحترم حيلك. ها بعدين مفروض يعني انتو اللي ترجع مش أني. أنا قاطع ثلاث أرباع الطريق وبخيين علي الربع، فإذا رجعتوا انتو ربع الطريق أحسن ما أرجع أني ثلاث أرباعه.
العمى هذا مجنون ولا طاقة فيوزاته؟ طول بالك يا ناظم، أنا بتفاهم معه. شوف يا أخونا، رستم بيك بده يمرو، ورستم بيك ما تعود إطلاقاً يرجع لورا، طول عمره بيطحش لقدام. بعدين معقولة سيارتين كبار مثل هدول يرجعوا من شان شقفة طرطيرة مثل طرطيرتك؟ فهمت معنى الكلام ولا ما فهمت؟ لا والله ما فهمتش. يعني سيوي أن كنت راكب طرطيرة ولا جحشي ولا سيارة شبح، فأنا بحق لي استعمال طريق مثلي مثل غيري، وإذا كان الطريق مطور باسم رستم بايك لحتى نعرف يا حبيبي. معلم هذا يمكن ما راح يفهم بالذوق. هيك يبدو. شوف يا أخونا، كلمتين ورد غطاهن، بدك ترجع ولا لا؟ لا والله أبديش إرجع. ما بدك ترجع؟ شوف شغلكن يا شباب. ما كان في داعي تضربوا له هالزلمه كل هالقد يا راتب، يعني كان كفين ثلاثه على كم طياره على رقبته بيوفوا بالغراض. إيه لا يا بيك، انت بذاتك لو سمعته شو كان عم يحكي كان فار دمك. لا حول ولا قوه الا بالله. عرفته من انو ضيعه هو؟ على هوا سحنته لهجته يا معلم، اكيد من ضيعه عش الزلائط. شو هالحكي؟ يعني ما لقيته تضربوا واحد الا من عش الزلائط؟ ليش وين الغلط يا بيك؟ ولك يا راتب، أهل الضيعة هاي كلهم مشرانيين ومشكلجية وقتالين قتلة. وشو يعني رستم بيك؟ لك شلون شو يعني؟ واضح الشغلة يا راتب، أهل ضيعته ما راح يسكتوا على هالقصة أبداً. بكرة أكيد أخواته وولاد عمومته وقرايبينه راح يعملوا عصابة ليأخذوا بتاره. بس إن شاء الله ما تكونوا ذكرتوا اسمي قدامه. بصراحة يا معلم ذكرنا العنين. ما سمعتني شو قلت له قدامك؟ قلت له رجع لورا، هاي سيارة رستم بيك، ورستم بيك ما تعلم بحياته يرجع لورا، طول عمره بيطحش لقدام. صبر جميل وبالله المستعان. بس بدي افهم، مين وكلك انت تحكي هالحكي؟ من شان هيبتك يا بيك. ايه بلا هيبة بلا بطيخ مبسمير، يعني ضروري روح قتل مشان هيبتي؟ فشلوا يا بيك، يلي برشك بالمي منرشه بالنار والدم. لك حاجة ولا حاجة؟ حاجة عليك مصدي. بكرة عند القنا بالقنا أول ناس بتهرب هو أنتو. شو ما حلي أعرفكن يعني؟ مو شاطرين غير بالبهرة والمنفخة. الله يسامحك يا بيك، أنت بتمون على راسي. بس يا ريت يجربوا أهل ضيعة عش الزلائط يهجموا علينا، بس لفرجيك شو بدي أعمل لك فيهم. الله لا يقدر. شو يهجموه؟ كش برا وبعيد. قال يهجموا قال. حرك حرك هلا خلصني. الله يرضى عليك يا ام عواد، اعطيني كيلة مي. على عيني يا بعد عيني. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. تفضل اشرب يا بعد عيني. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لي شو صار لك؟ مين عمل فيك هيك؟ بلش يفور دمي يا ابو عواد. قل لي بس، يعني عامل حادث بالطرطيرة؟ لا لا سمح الله ما عملتش حادث. متخانق انتو حدين؟ اي نعم يا ام عواد. انتو مين اتخانقت؟ انا ورستم بايك وجماعته.
يا ويلي، انتو رستم بايك؟ وشو هو السبب؟ هيك حيواني لوحني تيسني مني، اما شو اكلت اللي قتلي يا ام عواد؟ حشك ولبك، شي على كيفك تمام، ما بتشتهيها العدوي والله. لا حول ولا قوة الا بالله، الله يكسر دياتهن ويفك رقابهن الهي. لا تدعي هيك يا ام عواد، مشان الله لا تدعي هيك، ما بدنا الله يكسر يديهن ولا يفك رقابهن، بدنا سلتنا بلا عنب. ادعي لربي كف بلاهن عنا ونحن بألف خير من الله. ما فهمت عليك يا ابو عواد. كل خوفي ما يشتي في قلبهن مني بهالقتل يلي سلخوني اياها ويلحقوني لهون حتى يكملوا عليا. فعل الله ولا فالك؟ وليش حتى يلحقوك؟ مثل ما عم قلك، لاني هددتن بعد ما اكلت القتلي. انت هددتن؟ ايه هددتن. قال لي هذا البغل الكبير يلي كان معهن، قال لي هي القتلي لحتى تعرف منو هذا رستم بي، وسلخني كفين بعدها مثل فراق الوالدين. وانت شو جاوبتهن؟ قلت له وانتو كمان بكرة بتعرفوا منو هذا ابو عواد خيال المهرة، انا بفرجيكي. لا 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 لا، الله يصلحك ويهديك يا ابو عواد. يعني كنت كل هالكفين بتمسكت ضروري كنت تتفاصح يعني وتقولن انا بورجيكم؟ شو بيعرفني يا ام عواد، هذا يلي طلع معي من حلاوة الروح. بسيطة بسيطة، تقبرني ولا يهمك. بس ما قلت لي يا ابو عواد يعني ليش هن قتلوك؟ اطلعت لي بنص الطريق وما رضيت ارجع. الحق معي يا ام عواد، الحق معي، الطريق ليا. ولك انت من طول عمرك بتمشي الحيط الحيط وبتقول يا ربي السترة، شو صار لك على غفلي؟ على كل، ولا يهمك تقبرني، حط لك تاكل. بديش ما بديش اتزهر امشي مسدودي نفسي. ويا ترى هذا ابو عواد له اخوات وقرايبين؟ اهل ضيعة عش الزلال سيدي كلهم قرايبين. يا حبيبي على العلقة، هذا اللي كان ناقصنا. شو قولك بيهجموا علينا الليلة؟ علمي علمك سيدي، شو بيعرفني؟ قديش اليوم بالشهر؟ 27. العنين معناها ما في ضوء قمر. ليش شو دخل ضوء القمر سيدي؟ ولك خايف يتسللوا بهالعتمة ويفوتوا لهون، فهمت بقى بيش عم فكر؟ ولا يهمك يا بيك، أنا وزعت لك الحراسة على كل أرجاء الفيلا تحسبا لأي طارئ. دير بالك ها، دير بالك يا راتب، لا تبرد قلبك، اعمل دورية كل ساعة الله يرضى عليك. أمرك يا بيك. والكلاب شلون وزعتوها؟ الأسود الجعاري عند الباب الوراني، والشيانلو على الباب الرئيسي، والدوبرمان على الباب الشمالي. ما بيكفوا يا راتب، ما بيكفوا. روح الله يرضى عليك دبر لي شي كلبين ثلاثة تانيات تكون همتهم عالية وشبتهم مرعبة. شو بدنا نعمل يا بيك؟ بالوقت الحاضر ما في غير هدول. يا ريتني ما تفالحت وهديت الكلب الأشقر لمدير المنطقة، لأنه هلأ وقت عازته، هلأ يا راتب. بالفعل يا بيك، هداك كان قد عشر كلاب. صحيح نسيت أسألك يا راتب، في حدا من رجالنا من ضيعة عش الزرائط؟ لا، بس في واحد عنا مصاهرون، يعني آخذ منه. احلق له فورا وعالناعم كمان، روح الله يرضى عليك شلحوا البارودة واصرفوا على أهون سبب. بس يا بيك هذا أكتر واحد ثقة عنا. لا لا يا راتب، أنا ما عندي حدا موثوق منوب، عمين مثل ما عمل لك الله يرضى عليك. أمرك يا بيك. أوام. كلبنا قطاش مش عم ينبح اليوم، شو قصته؟ جوز يكون نايم يا أبو عواد. نايم هلق وقت النوم، قومي فيقي، قومي فيقي قوام. شو بدك فيه؟ شلون شو بدي فيه؟ ضروري يعني يهجموا وياخذوني على غفلي، بينبحلوا شوي اذا شاف حدا غريب وبنبهنا حتى ناخذ احتياطاتنا. تكرم طلع شق علي. شو طعمتي اليوم؟ عندي شوية برغل خيمين وطلع ريحتهن تحت، يعني الحشت له يهن. الله يصلحك ويهديك يا ام عواد، يعني ما لقيتي له احسن من هالاكله؟ وشو بدي طعميه؟ لوز وسكر يعني؟ كنتي طعميه لحم، يعني المفروض فيكي بهيك حيله تذبحي له الديك. الديك الاحمر؟ يعني الكلب ياكل اللحم ونحن نظل عايشين على البرغل؟ هذا اللي كان ناقص. معليش يا ام عواد معليش، يلي بده يشعر بالامن بده يضحي، لأنه هذا الكلب إذا ما طعمناه وحشيناه ودللناه
ما بيعود يدير باله علينا وبيصير يطنش ويقضيها نوم. الله يمضي هالليلة على خير. آخ آخ. أمين يا ربي أمين. أمين يا أرحم الراحمين. قالوا نعم نعم أهلين صالحة أهلين. إيه لا أنا ناوي أرجع بكرة. شو رستم؟ مو على أساس تعود شي 3-4 أيام؟ بلا هيك كنت ناوي، بس يبدو أنه ما في موسم صيد منيح هالسنة. شو عرفك؟ لسه اليوم وصلت؟ هيك قالوا لي. رستم لا ترد على حدا، اطلع على عش الزلائط وجرب حظك هنيك. بعش الزلائط؟ لا بس بخاف يصطادوني هنيك يقرصوني. بخاف ما نلاقي طلبنا صالحة. اي مثل ما بدك. امتى قلت لي رح ترجع؟ بكرة صبح، يعني ماشي من جهجهة الضو. اوف ليش مبكر كل هالقد؟ مشان اكسب نهاري من اوله، لانه شو قلت لحالي وانا قاعد هون؟ شو قلت؟ قلت لحالي يا ولد شو بدك بالصيد وهالعلك الفاضي؟ ايوه انزل دير بالك على موسم الزيتون احسن لك. مو انا اللي قلت لك هيك؟ معك حق والله معك حق يا صالحة، يا ريتني سمعت كلامك من الاول. بس شو عاد يفيد الندم هلا؟ خير رستم في شي؟ لا لا شو بده يكون فيه يعني. طيب شو عم تساوي هلا؟ عم العب ورق انا والشباب، الله وكيلك حاططهم حوالين هالمزرعة حوالية يعني، ونازل فيهم سلخ رائع بهالطرنيب. ايه الله يبسطك يا رب. اما شو مبسوط بسط بسط يفوق الوصف. لك اهم اهلي صالحة، تصبح على خير. عندك وقف عندك عندك كلهم على قلبك عندك يا اخي. لا حول ولا قوة الا بالله. شو صاير لك فايت مثل الحرمية واللصوص؟ اتنحنح يا اخي سعول. خلصت الدورية؟ اي معلم خلصت. كيف الوضع على الأسوار الأمامية؟ كله تمام معلم. ماشي حال، روح تيسر لشغلك انت هلا. حاضر. لا حول ولا قوة الا بالله، الله يمضي هالليلة على خير. لك آخ آخ، من طول عمري جبان ورعدين وخروق وقلبي قطيعة، منين هبطت علي هالشجاعة فجأة ما بعرف. يعني شو كان صار لو رجعت لورا وخليتهن يمرقوا؟ ضروري الواحد يكبر رأسه على الفاضي. بالفعل مش حلوة التنيحة، لقوا كل يلي معي شقفة طايرة بثلاث دواليب، وبدي المرسيدس والبيجو يرجعوا لورا مشان فخامة الطرطيرة تبعي. بستاهل ميت قتلي على هالشغلي. وبصراحة ناس غيرهم كانوا فكوا رقبتي. بالفعل طلعوا هالجماعة أكابر وما تمدوش معي كثير، بس يا خوف يكونوا مبيتين ليها. الله يستر يا رب الله يستر. يا بيك شو هجموا؟ ما حدا هجم يا بيك، بس طلع الضوء انت نايم هون. يبدو اني نسيت حالي وسهيت وانا قاعد. قلي يا بيك بتحب تفطر هون ولا برا بالجنينه؟ لا بدي افطر لا هون ولا برا،
خليهم يجهزوا لي عروسة لبنة وخيارتين، وجهز لي حالك انت وياهون مشان نرجع. حاضر يا بيك. بسرعة الله يرضى عليك. ابو عواد، يا ابو عواد، يا ابو عواد. شو صار؟ شو صار؟ هجموا؟ ما حدش هجم. شو صار لك هالقد مرعوب؟ ما بدك تفطر؟ لا بديش افطر. لفي لي عروسي تلبني بيمشي الحول. يعني ما بدك تروح على الشغل؟ والله ما بعرف، احترت والله حيرني. شو قاولتك، روح ولا ما روح؟ خلص يا ابو عواد، روح وتوكل على الله. يعني مش معقول تضل قاعد بالبيت بدون شغل. معك حق، معك حق. اصبح لقوم جهز الطرطيره وشق على مية البطاريه وزيت الفرام. روح روح يا بعد عيني، روح. الله والنبي يكون معك ويحرسك يا رب. ماشي بنور الله، أدعي وأقول يا رب. ماشي بنور الله، ماشي بنور الله، ماشي أنا ماشي، ماشي بنور الله. رستم بيك لعينيك، رستم بيك لعينيك، نحن رجالك حواليك، نحن رجالك حواليك. هيك وهيك وهيك وهيك، هيك وهيك وهيك وهيك، للبيع عادي رستم بيك، للبيع عادي رستم بيك، رستم بيك رستم بيك، رستم بيك رستم بيك، نحن رجالك حواليك، نحن رجالك حواليك. هيك وهيك وهيك وهيك، هيك وهيك وهيك وهيك، للبيع عادي رستم بيك، للبيع عادي رستم بيك. Go!